سمير الويفي أروغان إن أروغان سالي مهشي بلاصتها هذه الحاجة الخايبة ولا الحاجة الباهية لا أنا سمير الويفي ما عندي حتى حاجة باهية فيه فما حتى صفة في لا كيفاش تتصور العودة متاعه باش تكون والله إيش تحب نقول لك معناها الحقيقة أنا معناها موقفي واضح في المسألة هذه تو هو اليوم السيد هذايا ثبتت عليه التهمة محكوم أنا الرا من غير العادي اللي إنسان محكوم بطريقة هذه معناها في قضية متاع تحيل ينجم يجي يتحدث في التلفزة أنت بتمشي تخدم شاوش في إدارة لازم أوراقك نظاف لازم البيت خواه متاعك نظيفة دونك كو دير باش عبد يجي باش يقري توينسا متاع ها وش نعملو ها وش ما نعملوش لكن اتصلت به إدارة الحوار وطلبوا منه يرجع يخدم ما ماهيش هكايا الحكايه وانا ما نحبش نحكي الحكايه الصحيحه هو بيدو يعرف اللي الحكايه ماهيش هكايا انت كا هذا اللي تقال اي هذا اللي تقال بتاع وعرض مالي كبير اي هو هذا اللي تقال اما الحكايه ماهيش هكا بالضبط مش هذه الحقيقه ماهيش هكايا بالضبط به وقلت ثبتت عليه التهمه رغم اللي القضاء بر لا ما برقوش القضاء كيفاش هو يقول القضاء برقني اما القضاء ما برقوش هو تحكم وتم الاقتضاء الاكتفاء بالمدة المقضاة ما ثبتت عليه التهمة فقط